سوق البصرة القديم في مركز المحافظة أحد أكثر الأسواق شهرة واكتضاضا على مستوى العراق، لكن شهرته لن تشفع له وبات دلالة على التقصير والإهمال الحكومي. يعتبر سوق البصرة بيع الأسماك المفرد، هو الممول الرئيسي للعراق. ليش؟ بسبب موقع الجغرافي وبسبب موقع محافظة البصرة على البحر أو الخليج العربي. هذا السوق على حطته، لا فد يوم اجى، يعني اجوا مسؤولين هواي، طرحنا عليهم قضايا، طرحنا عليهم وضعيه السوق، النظافه. هو سوق استقطاب جميع المحافظات والمناطق الشعبيه الموجوده داخل مركز البصره وحتى الاقضيه والنواحي. نتمنى من الجهات المعنيه ان تهتم بهذا السوق لانه رديء بالخدمات كما ترون، فنتمنى من الجهات المعنيه ان تهتم به لانه تتوفر به جميع الاسماك البحريه والغير البحريه وكذلك اللحوم وكذلك المحال التجاريه. ويشكو أصحاب المحال التجارية والأهالي من تدهور الخدمات في السوق بشكل كبير، فلا طرق معبدة ولا شبكة سليمة لمياه الصرف الصحي أو الكهرباء أو مياه الشرب. خدمات في السوق ما موجودة، قلت لك خدمات في السوق ما موجودة، ما نشوف العالم كلها بساطي بالجزر المطيب. الشارع كان هذا شارع قديما طبلة ريلات، طبلة حتى بالقديم السابق حتى مصلحه مع الركاب الطب اللي هناك داخل عبريه. شوف العالم سوين اخذت المكان، بسطت به بسطات وتبسط على باب الله لان ما عندهم مصدر رزق. اي خدمات ماكو من ناحيه ايش الخدمات؟ يا خدمات المتوفره هنا كل شيء ماكو. هاي خدماته كل من يجيب سلعته ويرتب محله ويسوي له بسطيه شمبر مالته ويبيع بها على باب الله. ويأمل الأهالي وتجار سوق البصرة أن تعالج مشاكل السوق وأن يحصل على الاهتمام الحكومي الذي يليق به كمعلم تجاري يعرفه القريب والبعيد.